بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسل لنا أحد الأحبة معلومة مهمة جدا حول التراب والعظام والرفات. الحقيقة نحن نقرأ القرآن كثيرا، ولكن نادرا ما نميز بين كلماته أو كيف استخدمت هذه الكلمة أو تلك على مدى القرآن كاملا. هناك أيها الأحبة في كتاب الله نظام بلاغي محكم لكل كلمة من كلماته، فتجد أن لها استخداما محددا، وهذا الكلام لا ينطبق على أي كتاب آخر إلا على القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله تبارك وتعالى يقول على لسان الكفار: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. طبعا هذا حال الملحدين اليوم، يعني هذا الكلام يردده المشككون والملحدون اليوم، يقولون هناك استحالة أن يعاد خلق الإنسان بعد أن يتحول إلى تراب وعظام ورفات. آية أخرى تقول: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. أيضا آية في سورة الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. طيب في سورة الإسراء الله تعالى يقول: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. هنا عظام ورفات، هناك تراب وعظام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. السر أيها الأحبة، أو ما هو السر في هذا الترتيب؟ الحقيقة أنا بحثت جميع الآيات التي فيها عظام ورفات وتراب، وجدت أنها تتبع نظاما محددا، يعني عندما يذكر العظام بعده الرفات، التراب بعده العظام، ليس العكس. يعني لا توجد آية تقول أإذا متنا وكنا عظاما وترابا، لا، يعني هناك ترتيب، هناك نسق معين. طيب ما هو السر؟ السر أيها الأحبة في مراحل تحلل جثة الميت. كيف تتحلل؟ أول ما يتحلل من هذه الجثة أيها الأحبة، نحن نعلم خلايا الإنسان ثلثيها ماء أو ربما أكثر في بعض الخلايا. أول ما يتبخر هذا الماء، ثم تبدأ هذه العناصر الموجودة داخل الخلايا بالتفكك، فتأتي الحشرات والديدان وكذا وكذا، مخلوقات موجودة داخل التراب خلقها الله لتنظف التربة، وإلا كانت كارثة. يعني تصوروا أجساد الموتى لو لم يكن هناك من الكائنات الديدان من يأكلها ويتغذى عليها، كانت كارثة، ستسبب أمراض وتعفنات وتلوث وأمراض سرطانية وغير ذلك. لذلك من رحمة الله أنه خلق هذه الديدان. هذه الديدان أيضا سخر منها الملحدون، قالوا لماذا هي مخلوقة، لماذا تخلق ديدان، يعني وهي قديمة جدا، يعني تاريخ خلقها من أقدم الكائنات أيها الأحبة. لماذا؟ لأنها مسؤولة عن تنظيف البيئة والتربة من أجساد الموتى. عندما تبدأ هذه الديدان تأكل أو تتغذى على الخلايا الميتة، خلايا الجلد، خلايا العظام صلبة جدا بسبب وجود بعض المعادن فيها مثل الكالسيوم وغيره، وبسبب التركيب الجزيئي الفريد للعظام فإنه يتحمل عوامل الطقس عشرات أو مئات السنين. لذلك أول أو الكتلة الأكبر من الإنسان تتحول إلى تراب، الكتلة الأقل وهي العظام تحافظ على تماسكها لفترة محددة، ولكن بعد ذلك تتفتت هذه العظام وتصبح رفاتا. يعني أصبح لدينا أحبتي في الله تسلسل زمني، تراب، عظام، رفات.
هذا التسلسل لا يمكن أن نعكسه، يعني لا يمكن للعظام أن يتحلل قبل الخلايا، خلايا القلب والدماغ والكذا، هذه الأسرع تحللا، كذلك خلايا الجلد والعين والجهاز الهضمي والكبد والكذا، كل هذا يتحلل بسرعة. العظام تصمد طويلا، وبعد مرحلة العظام هناك الرفات، حيث هذه العظام تتكسر وتتحول إلى حطام، يعني الرفات هي الحطام المفتت، البقايا يعني. فإذا احفظوا هذه المراحل أيها الأحبة، تراب، عظام، رفات. لو قرأنا الآيات وقالوا إذا كنا عظاما، ماذا يأتي بعد العظام؟ الرفات ورفاتا، لم يقل وترابا، عظاما ورفاتا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، سبحان الله، يعني في الكلام الذي يعترضون عليه فيه إعجاز. الصياغة القرآنية معجزة أيها الأحبة. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا، ماذا بعد التراب؟ وعظاما. لاحظوا الترتيب، التراب يأتي بعده العظام، أئنكم لمخرجون. آية ثانية، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هنا تحدثت عن مرحلة التراب، يعني هؤلاء لم يقتنعوا بأن هذه الخلايا الميتة التي تحولت إلى تراب ستعود إلى الحياة، أئنا لمخرجون، أنكروا البعث. في سورة الصافات أيضا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي محاسبون. في سورة قاف، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، هنا ذكر التراب. سورة الواقعة، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إذن التراب ثم العظام. طب يوم القيامة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يتمنى أنه يكون ترابا أو بقي في مرحلة التراب ولم يبعث ويحاسب ويعذب في نار جهنم. آخر آية، أئذا كنا عظاما نخرة، يتساءلون هل يعني هناك كرة أخرى وحياة أخرى بعد أن نصبح عظاما نخرة. إذن أيها الأحبة، الفكرة التي يعني أود أن نتعلمها اليوم أن الإنسان عندما يموت يتحلل إلى تراب أولا، لأن طبعا هذه الخلايا ستعود إلى تركيبة يعني المواد التي فيها الكربون والأكسجين والهيدروجين والآزوت يعني الصوديوم وكذا وكذا، مركبات الخلية هذه هي ذاتها مركبات التراب، تتحلل وتتحول إلى تراب حقيقي أيها الأحبة. لذلك يعني نتعلم اليوم أن القرآن دقيق في كلماته، عندما يذكر التراب والعظام والرفات دائما يتبع هذا الترتيب، التراب أولا لأنه الأسرع، ثم العظام لأنها تأخذ عشرات السنين، ثم الرفات بعد مئات أو آلاف السنين بقايا الحطام. هذا النسق القرآني أيها الأحبة يسير من أول القرآن لآخره، يشهد على أنه كلام الله. لو أخضع القرآن للتحريف كما حصل في الكتب الأخرى، كان من الممكن أن تختلط هذه الكلمات مع بعضها ولا يبقى هذا النظام، ولكن وجود هذا النظام البلاغي المتفق مع الحقائق الواقعية لمراحل تحلل جثث الموتى يشهد بأن هذا القرآن محفوظ برعاية الله، وصلنا كما نزل على حبيبنا عليه الصلاة والسلام مصداقا لقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.